نروح مع حضراتكم الأخبار. المحافظات في القليوبية تم تطوير منشآت نادي بنها الرياضي بتكلفة تصل إلى 3.6 مليون جنيه. في اسكندرية تم الإعلان عن بدء التقدم بطلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال من بكرة 1 يونيو. كمان في الإسماعيلية تم تسليم 111 مشروع للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج فرصة. وفي الشرقية تم استقبال أكثر من 13,609 طلب للتصالح في مخالفات البناء. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في القليوبية شهد نادي بنها الرياضي تنفيذ أعمال تطوير بتكلفة 3,600,000 جنيه، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير 2 ملعب أكلاريك متعدد وتطوير غرف خلع الملابس المرفقة بهما، وأيضا تطوير مدرجات وأماكن مشاهدة الجمهور للمباريات حول الملعب، كما شملت تطوير الحديقة والنادي الاجتماعي. في الإسكندرية أعلنت مديرية التربية والتعليم بدء استقبال طلبات التقدم بمرحلة رياض الأطفال رسمي لغات ورسمي لغات مميز بدءاً من الأول من يونيو وحتى 30 يونيو 2024، ويجب أن يكون سن الطفل في 1/10/2024 أكبر من 4 سنوات وأقل 6 سنوات للتقديم في رياض الأطفال بمدارس اللغات والمدارس التجريبية. أما في حالة السن أكبر من 6 سنوات بيجري التقديم في الصف الأول الابتدائي. في الأقصر حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر 35 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 800 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بين السياح بعد التأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية. في الإسماعيلية سلمت مديرية التضامن الاجتماعي 111 مشروع من مشروعات برنامج فرصة للأسر الأولى بالرعاية تحت شعار من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية، واللي بتنفذه الوزارة بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي والخروج من الاتكالية إلى الاستقلالية والاعتماد على الذات. في المنيا أكدت المحافظة استقبال محصول القمح الموسم حصاد 2024، وتم توريد 324,065 طن من الأقماح منذ بدء الموسم، وده من خلال 42 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من المحصول، وبلغت نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة 216,000 فدان لهذا العام. في الشرقية استقبلت المراكز التكنولوجية 13,609 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات بيانات تيسيراً على المواطنين، لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 17 رحلة طيران أوروبية سياحية، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حتى توصيل السياح للفنادق المختلفة.